تحب تدرب منتخب مصر يا كابتن رضا؟ أمنية أمنية والله. هتعمل إيه؟ أنت مالك؟ إن شاء الله نوصل للأدوار اللي إحنا نفسنا نوصل لها، دور الثمانية دور الأربعة. يعني ممكن ناخد كأس العالم معاك يا كابتن رضا؟ لا ما وعدكش بدي، دي واسعة شوية، بس إنما أنت هتلاقي منتخب محترم بتلعب كرة أوروبية، مفيش بقى الحاجات إيه حلق الله يسترك وتعمل لي مثلا ال 11 لعيب في ال 18 والكلام ده، هجمه هنا وهجمه هناك والتوفيق بيتقرب ربنا. طب توعد منتخب مصر بايه غير ان هو يروح كاس العالم؟ يعني هنكسب كاس افريقيا مثلا، هنتاهل، هنفوز على بروندي، هنعمل فوز على بروندي. اشمعنى بروندي يعني؟ على اعتبار اقوى منتخب في القاره يعني. لا والله، امال الجزائر ايه؟ الجزائر اجمد ولا احنا؟ لو انا ماسك هيبقى احنا. لا مش احنا. هتطلب كم مرتب في منتخب مصر؟ لا 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 مش هطلب ولا جنيه، لان ده منتخب مصر اللي هو شرف لاي حد. سيبك بقى من الكلام بقى والاونطه، انا بقول لك اقسم بالله ما هطلب ولا جنيه، ده شرف ليا ان انا امسك منتخب بلدي. يعني لو كلموك وقالوا لك تعالى ببلاش هتوافق؟ اه طبعا. المواصلات هاخد توك توك. اروح بتوك توك ودي. طب حابب حسام حسن يشتغل معاك في الجهاز؟ والله العظيم انتوا عايزيننا يبقى ناير ونقير، عارف الديوك؟ هنبقى زي الديوك انا وهو. هو هيرضى يشتغل معاك يا كابتن؟ لا طبعا. اذا كان ما رضيش يشتغل اصلا مع الناس اللي هي الكبيره، هو عايز يشتغل لوحده زي ما انا عايز اشتغل لوحده. بعيد عن صلاح، اول لعيب هتضمه المنتخب مصر هيبقى مين؟ صلاح. صلاح طبعا. بعيد عن غيره. يبقى غيره يعني؟ صلاح. صلاح وبعد كده هتبدا بقى تعمل بقى التكتيك بتاعك من خلال اللعيبه اللي جايه.